التقيت مرة مع فتاة بشكل مستعجل، التقيت مرة مع فتاة غير عربية، فهي عندها رغبة في الدين لكنها تكره اللون الأسود، وهي تعتقد أنه إذا كان متدني يجب أن تلبس اللون الأسود. فأقسمت لها بالله أنه لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة ولا في حياة الصحابة، ولا يوجد نص تشريعي يقول أن لباس المرأة مقتصد على الأسود. بتقولي طب ما أنتم اللي بتلبسوا أسود. قلت لا، إحنا هذا أعراف عادات تقاليد، لكن هو ليس شرطا في الإسلام. اتعودنا أنه أنا إذا كنت أكون مسلم لازم أكون لابس دشداش ولازم أكون لابس حطة إلى آخره. مين قال أنه الإسلام فيه لباس إسلامي للرجل؟ الرجل ما له لباس إسلامي. اللباس الإسلامي للرجل هو ما ستر العورة ما ستر ما بين السرة والركبة، وكان منسجم مع العرف. فأنا برجع بقول كثير من القيود التي فرضها الناس بأعرافهم أو بأخطائهم أو باستيرادهم من خارج الإسلام ونسبوها إلى الإسلام أدت بشبابنا إلى رفض الدين، وبالتالي رفض التدين، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الإلحاد.